مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم اليونت الثاني الراوند أب. راوند أب هي المراجعة. تعودنا بالوحدات السابقة بالسنوات السابقة أنه الدرس التاسع من كل يونت يعتبر مراجعة شاملة لمواضيع اليونت. فبهذا الدرس راح نراجع المواضيع السابقة، شنو اللي أخذناه خلال هذا اليونت، وببعض التمارين المهمة اللي ممكن تجيني بالامتحان التحريري كل على أحدة، يعني مثلا بهن سؤال إسقاطات، بهن سؤال إملاء، بعضهن بهن أمثلة قواعدية إلى آخره. فركزوا وياي على المواضيع اللي أخذناها بهذا اليونت. يقول لي in this unit، في هذا اليونت أو في هذه الوحدة you have practiced، لقد تدربت على، يعني المواضيع اللي أخذتهم هي كالتالي. أولا giving advice. giving advice معناها إعطاء النصائح. أخذنا بمراحل سابقة مواضيع سابقة موضوع إعطاء النصيحة، ووضحنا أن القاعدة العامة لموضوع إعطاء النصائح هي أما you should أو you shouldn't. you should معناها عليك أن، واليو shouldn't معناها عليك أن لا، زائدا فعل شنو من فعل مجرد. ووضحنا إذا تتذكرون أن should نستخدمها مع النصائح الإيجابية، أما الشدنت تستخدم مع النصائح السلبية. هو منطيني أمثلة على الموضوع اللي أخذناه سابقا، مثلا يقول لي you should get a fit and keep fit، عليك أن تحافظ على لياقتك. هذه نصيحة إيجابية لذلك تستخدم وياها should. you should take exercise regularly، عليك أن تأخذ تمارين بشكل منتظم. هذه نصيحة إيجابية كذلك نصحني بها. أما الشدنت استخدم النصائح السلبية، قال لي you shouldn't watch TV all the time، عليك أن لا تشاهد التلفاز طوال الوقت. هذه نصيحة سلبية، يعني مشاهدة التلفاز فشيء سلبي، فبالتالي ما أنصح به، فبالتالي استخدم ويا شدنت. وضحناه بشكل مفصل، إذا تحبون تراجعون الشرح المفصل موجود بالدروس السابقة مع موضوع إعطاء النصائح. الموضوع الأول اللي هو إعطاء النصائح. الموضوع الثاني saying how often do you do things، قول كم مرة أو كم بالعادة أنت تفعل الأشياء. مثلا الأستاذ أو أي شخص يسألك يقول لك how often do you brush your teeth، كم مرة أو كم بالعادة تنظف أسنانك، فشلون تجاوب على هذا السؤال؟ وضحناها. كمثال قال لك how often do you play chess، كم مرة أو كم بالعادة تلعب chess اللي هو الشطرنج. فمثلا تقول له I play chess twice a week، ألعب الشطرنج مرتان في الأسبوع. شوف هنا أنا وضحت عدد مرات فعل شيء معين. كذلك هذا الموضوع شرحناه بشكل مفصل، وعرفنا أن السؤال بـ how often أجاوب عنه باستخدام كلمات مثل شنو، مثل always، دائما، sometimes، often، إلى آخره اللي سميناها ظروف التكرار. أو أقول once، مرة، twice، مرتين، إلى آخره. هذه الكلمات اللي نستخدمها من الإجابة على سؤال يبدأ به how often، وكذلك وضحنا شلون يجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه. وراها الموضوع الثالث اللي أخذناه بهذا اليونت using words that show the amounts، استخدام الكلمات التي تعبر عن الكمية. وضحنا أن الأسماء باللغة الإنجليزية nouns الأسماء تنقسم إلى countable معناها معدود، و uncountable معناها غير معدود. وكذلك وضحنا أن المعدود هو الكلمات التي يمكن عدها وبالتالي يمكن جمعها. كمثال نستخرج كلمة book معناها كتاب، هذه كلمة معدودة. ليش؟ لأن أقدر أجمعها، أقدر أقول books كتب، أو pen قلم، أقدر أقول pens أقلام، وهكذا. أما الـ uncountable الغير معدود هي الكلمات التي لا يمكن عدها، مثل شنستال، مثل water الماء. هذه الكلمة ما أقدر أطلع من عندها اسم جمع، فبالتالي اللي ما أقدر أطلع من عندها اسم جمع أو اللي ما أقدر أعده هذا نسميه uncountable. ووضحنا ملاحظة جدا مهمة، وقلنا إنه الأسماء المعدودة نستخدم وياها أما many، انتبه لي، أو a few، أو كلمة ثالثة أو هي عبارة ثالثة اللي هي too many، هذا نستخدم مع المعدود. والأسماء الغير معدودة استخدم وياها أما much أو a little، a little معناها كمية قليلة، أو كلمة ثالثة اللي هي too much.
وعندي كلمة أخرى تستخدم مع المعدود والغير معدود. شنو هاي الكلمة أستاذ؟ اللي هي كلمة a lot of. A lot of تستخدم مع المعدود وغير المعدود. وكذلك حلينا التمرين المتعلق بها، ووضحنا أنه هذا التمرين أو هذا الموضوع يجينا على شكل اختيارات، يجيب لي جملة كمثال يقول لي أي فراغ salt. هذا salt شو أستخدمه وياه؟ كمثال يخيرني بين a little أو a few. أنا أعرف أن كلمة salt اللي معناها ملح هذا غير معدود، وغير معدود أستخدم وياه a little، ما أقدر أستخدم وياه a few باعتبار a few تستخدم مع الأشياء أو الأسماء المعدودة. إذا تريدون تشوفون كذلك الشرح المفصل مع هذا الموضوع تلقوه بالدروس المفصلة مع موضوع المعدود وغير المعدود. إذن الموضوع الثالث اللي أخذناه اللي هو المعدود والغير معدود. الموضوع الرابع saying what's wrong when you are ill، أن تقول ما خطبك عندما تكون مريض. يعني شخص يسألني how are you، أقول له I am fine، هذا احنا متعودين عليها، أنا بحال جيد. لكن إذا كنت مريض شلون أنا أعبر عن المرض مالتي؟ أو إذا قال لي واحد شافني أنه أنا متخربط وقال لي what's the matter، ما الأمر، شلون أرد على هذا السؤال؟ كمثال أقول له I don't feel well، أنا لست بحال جيد. I got a headache، لدي ألم رأس. I have a pain on my stomach، لدي ألم في معدتي. My arm hurts، ذراعي يؤلمني، إلى آخره. فأنا إذا مريض أو عندي حالة معينة شلون أعبر عن هذه الحالة؟ هذه كذلك من المواضيع اللي أخذناها بالدروس السابقة. وإذا تذكرون بهذا الدرس أخذنا النصيحة المناسبة لكل مرض، يعني رجعنا وياها أخذنا موضوع شنو النصائح. مثلا واحد أدى هديك ألم رأس، شو نعطي نصيحة؟ أقول لك مثال you should take pill، عليك أن تأخذ قرص الدواء. أنطيت نصيحة مناسبة للهديك اللي هو المرض اللي هو الصداع، فأنطي نصيحة مناسبة لكل مرض، وكذلك شرحناها بشكل مفصل مع الدروس السابقة. بعد أخذنا موضوع saying how you feel in different situations، أن تقول ما هو شعورك بمختلف الحالات. يعني بين قوسين يقصد بها الكلمات اللي توصف الشعور، مثلا frightened مرعوب، excited يشعر بالإثارة، happy سعيد، sad حزين، إلى آخره. كذلك أخذنا بوقت تمرين إسقاطات مهم، وعرفنا كل جملة شلون أعبر عن الصفة المناسبة لها. وراها أخذنا موضوع آخر اللي هو الـ want والـ pronoun والـ to والـ infinitive. شنو هذا؟ وضحت لكم إذا تذكرون قلت لكم كلمة want معناها يريد، دائما ما يأتي بعدها ضمير مفعول به. يعني مثلا want me، want you، want us، إلى آخره، زائدا to زائدا فعل مجرد. وضحناها على شكل ملاحظة مع أحد التمارين، وقلت لكم شلون تجيكم بالامتحان وكذلك شلون تجاوبون عنها إذا تردون تراجعون الشرح المفصل لهذا الموضوع. وراها and you have، وكذلك تدربت على بقية الأنشطة اللي أخذناها بهذا اليونت، أنشطة صفية سماعية للتحدث للكتابة، كمثال ordered food from menu، شلون أطلب طعام من المطعم، من يعطيني قائمة مال طعام بالمطعم، شلون أطلب الطعام مالتي، أو give advice for a friend who feels sick، أعطى نصيحة لشخص مريض. وضحنا كذلك شلون أعطي نصيحة لشخص مريض، نصيحة مناسبة للمرض مالته. learn about food that is good for you and how how stay healthy. كذلك تعلمنا عن الطعام الصحي والطعام الغير صحي. إذا تذكرون الدرس مع النيرس جانيت، الممرضة جانيت، اللي ميزت لنا بين الطعام الصحي والطعام الغير صحي، إلى آخره. read the text quickly، قراءة النص بسرعة، to find out what they are about، لكي نجد ما يحتوي هذا النص، مثل الرسالة اللي أخذناها من نيرس جانيت، إلى آخره. use notes to complete the paragraph، شلون نصحح الباراجراف اللي أخذناه بالدرس السابق. learned how to improve your writing، كيف تطور كتابتك، شلون أطور كتابتي بسؤال الإنشاء، بكيفية كتابة رسالة، إلى آخره. made a get well card، كذلك عرفنا شلون نسوي بطاقة شفاء، علمنا بدروس سابقة شلون أنا أقدر أسوي بطاقة شفاء، ووضح لي أنه لازم نجيب بطاقة ونطويها ونرسم عليها ونكتب رسالة بالداخل، إلى آخره. كذلك written limerick، كتابة القصيدة الفكاهية اللي خدناها كذلك بالدرس السابق، أنه شلون أكتب قصيدة فكاهية، من كم بيت تتكون، شنو الغرض من القصيدة الفكاهية، إلى آخره. إذن هذه المواضيع السابقة اللي أخذناها خلال هذا اليونت،
وضحناهم وشرحنا كل موضوع بشكل مفصل، تقدرون تراجعون الفيديوهات السابقة، كل موضوع أو كل درس يحمل موضوع قواعدي شلون نقدر نجاوب عنه وشلون يجينا بالامتحان. الآن ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين رقم 1، يقول لي put the words in the correct order، ضع هذه الكلمات بالترتيب الصحيح to make sentences، لعمل جمل. طلاب خلي نوضح شغلة هنا، أنه هذا التمرين هو تمرين للحفظ، يعني هو منطيني مجموعة من الكلمات المبعثرة ويطلب من عندي أن أرتبهن حسب معنى الجملة. بما أنه لا أقول لك حسب معنى الجملة، إذن ماكو قاعدة معينة راح أمشي عليها بحل هذا التمرين. لذلك هذن الجمل للحفظ، ركزوا طلاب وياي للحفظ، لأن من الممكن أن تجيني بسؤال القواعد يقول لي أو يجيب لي أحد هذه الجمل ويقول لي بين قوسين reorder معناها أعد ترتيب هذه الجملة. فحاولوا تحفظون الجمل اللي راح نحلها لأنها مهمة جدا 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 بامتحان الشهر الثاني المتعلق بالتحريري. الآن نجي من طينيو معناها أنت، ذا، أل للتعريف، دكتور طبيب. إذا هنا راح نلاحظ إنه the doctor معناها الطبيب هي جنسوية. بعد to and tomorrow غدا، نسي يرى هذا فعل، wants يريد كذلك هذا فعل، وهم ضمير مفعول به، الهم حالة حال اليو أنت والهم هو لكن كضمير مفعول به. الآن يقول لي رتب هاي الجملة، أحاول أفهم معناها على مود أقدر أحلها على أساس ترتيب الجمل. فكمثال يقول لي the doctor الطبيب، then doctor باعتباره هو الفاعل أخلي بداية الجملة دائما الجملة تبدأ بالفاعل، the doctor الطبيب wants يريد. قبل دقيقة إيش قلت لكم؟ قلت لكم قاعدة ال wants شنو؟ want زائدا ضمير مفعول به زائدا to زائدا فعل مجرد، إذا تذكرون قبل دقيقة كذلك شرحناها في الدرس السابق. فال wants يأتي بعدها ضمير مفعول به، شنو الضمير المفعول به؟ يو. أستاذ ليش ما خليت الهم؟ الهم هم ضمير مفعول به. هنا أنا إذا خليتها الهم بعد ال wants هم أنا جملة راح تكون صحيحة، لا قواعديا صحيحة لكن كمان راح يكون خاطئ، وهسه راح نجي نوضحها. ف the doctor wants you، الطبيب يريدك أو يريد منك زائدا to زائدا فعل مجرد اللي هو شنو؟ السي. الطبيب يريدك أن ترى منه، ترى الطبيب، تسيهم، أن ترى شو وقت؟ tomorrow هو يوم غد. دائما tomorrow احنا ماخذيها بالأول متوسط، إنه ظروف زمان tomorrow yesterday يكون موقعها أما بداية الجملة أو نهايتها. يعني استاذ اذا خليت tomorrow بالبداية عادي، مثلا اقول له tomorrow the doctor wants to see you، يوم غد الطبيب يريد ان يراك، اصبحت الجملة صحيحة من ناحية المعنى صحيحة. لكن انا اذا خليت اليو، شلت اليو وخليت بدالها الهم، فايش راح اصير؟ الطبيب يريد منه ان يراك، المعنى راح يكون خاطئ، قواعديا صح لكن كمعنى راح تكون خاطئة. مثلا الجملة الثانية pain الم، her هذا ضمير تملك خاص بالأناث، has لديه أو لديها، ear أذن، نادية اسم شخص، a اللي هو أداة التنكير، و in في. هسه شو يقول؟ إذا أبدأ الجملة بالفاعل اللي هي من هي؟ نادية. نادية لديها، نادية has لديها شنو؟ pain ألم. بس استاذ ال pain الألم أقدر أخلي قبل أي؟ نعم صحيح، لديها ألم in her ear في أذنها، in her ear في أذنها. الأي تأتي قبل الاسم المفرد، وضحناهم بالسادس ابتدائي وكذلك بالأول المتوسط، إن الأي والأي أن أدوات تنكير تأتي قبل الاسم المفرد. بعد النقطة الثالثة are هذا فعل مساعد، many اللي أخذناها مع المعدود وغير المعدود معناها الكثير، بعد sweets حلويات كثيرة، بعد teeth أسنان، to جدا، for لي، واليور ضمير تملك، وبعد سيء. شو ده يقول لي؟ شو ده يريد يوضح لي؟ إن الحلويات الكثيرة سيئة لصحتنا، فأقول to many sweets الحلويات الكثيرة are
ليش R؟ لأن السويتس الحلويات هي شيء معدود وجمع، فمع الجمع نستخدم R. Too many sweets are bad. الحلويات الكثيرة سيئة. For your teeth. لأسنانك. إذن الحلويات الكثيرة سيئة لأسنانك. بعد النقطة الرابعة. Small. صغير. Climb. يتسلق. Shouldn't. عليك أن لا. Trees. معناها أشجار. You. أنت. ضمير فاعل. Children. أطفال. Let. تدع. إيش ده يقول لي؟ يقول لي عليك أن لا تدع الأطفال الصغار يتسلقون التريز الأشجار. إذا أقول له you shouldn't عليك أن لا let تدع the small children الأطفال الصغار شو يسوون؟ climb trees عليك أن لا تدع الأطفال الصغار يتسلقون الأشجار. النقطة الخامسة والأخيرة هاب يحظى. احنا سابقا اخذنا الهاب والهاز معناها لديه او لديها، تجي بمعنى يملك وتجي بمعنى يحظى، هنا معناها يحظى. بعد شد عليك ان او عليه ان، اذا تنكير توثيك الم اسنان، سي يرى، اف اذا الشرطية اذا تذكروها دنتست طبيب الأسنان، يو أنت أي إذا تنكير، يو كذلك معناها أنت. هسه شيء يوضح لي، يقول لي إذا كان لديك ألم أسنان عليك أن ترى طبيب الأسنان. إذن أما أقول إذا كان لديك ألم أسنان عليك برؤية طبيب الأسنان، أو أقدر أعكسها عليك برؤية طبيب الأسنان إذا كان لديك ألم الأسنان. إذن أبدي بإف كمثال. إف يو هار، إذا كنت تحظى، إذا كان لديك a toothache، إذا كان لديك ألم أسنان you should عليك أن، طبعا أنا فارزة لأن الجملة الأولى انتهت وبدينا جملة جديدة، you should see a dentist عليك أن ترى أو تقوم برؤية طبيب الأسنان. إذا كان لديك ألم أسنان عليك أن تقوم برؤية طبيب الأسنان. هذا ما يخص التمرين رقم واحد. هذا التمرين جدا جدا مهم في سؤال القواعد. من الممكن يجيب لي أحد جمل هذا التمرين ويقول لي أعد ترتيب هذه الجمل، فحاولوا تسجلوا الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. أما تمرين رقم اثنين يقول لي write the sentences with the correct punctuation. ركزوا لي punctuation شنو يعني؟ يعني تنقيط طلاب، ركزوا وياي، تنقيط يعني هذا مهم بسؤال التنقيط. من الممكن يجيب لي أحد هذه الجمل ويقول لنا قط لي إياها. إذا تذكرون سابقا قلت لكم إنه إذا لقيت I said أو told أو إلى آخره، فمعناها إنه أما أكو بعدها كلام أو أكو قبلها كلام. يعني كمثال Would you like to go to the restaurant this evening? She asked. شوف هنا هي سألت، شنو هو السؤال مالتها؟ هذا السؤال مالتها، هذا السؤال مالتها. ذكرنا في دروس سابقة أنه الكلام يجب أن يوضع بين أقواس اقتباس. إذا أفتح قوس اقتباس وأبدأ جملة بحرف كابيتال كبير. إذا نقول would you، ما بها شيء you، like to go، ما كو صادفني اسم على مدى سوي الحرف الأول من عنده كابيتال أو كبير، a restaurant، هل تود أو هل ترغب بأن تذهب إلى المطعم this evening هذا المساء؟ طلاب ركزوا وياي، أسد أقواس الاقتباس؟ لا، قبل ما تسد أقواس الاقتباس، بما أنه قال هي سئلت asked، إذن هذا سؤال، إذن أخلي علامة سؤال. لكن إذا قال لي she said هي قالت، راح أخلي نقطة. وضحناها بشرح مفصل بموضوع التنقيط وموضوع أقواس الاقتباس. إذا سألت أسد أقواس الاقتباس، سديت قوس الاقتباس، وراء الشي الأس كابيتال أسك. الجملة الثانية كذلك لازم أنهيها، بدأت بفاعل، إذا أخلي نقطة ما أخلي علامة سؤال. هي سألت، بما أن الجملة بدأت بفاعل إذا أخلي نقطة. لو بادي أداة سؤال أو فعل مساعد كان خليت علامة السؤال.
وضحناها بشكل مفصل بدروس سابقة. الجملة الثانية كمثال، قال لي I don't know what to do، سأل علي. قال علي، شوفوا طلاب هذا القول مال علي، وانا اكو قول قبل هاي الجملة واكو قول بعد هاي الجملة، يعني هذه اخليها داخل اقواس اقتباس وهذه اخليها داخل اقواس اقتباس. اذا عندي قولين، قول قبل هاي العبارة مال سيد علي وقول بعدها، فافتح قوس اقتباس الحرف الاول من الجملة كابيتال I don't. طلاب ركزوا وياي، الدونت مختصر مال دو نوت، هو مختصرها بس ما حاط لي فارس الاختصار، خلي فارس الاختصار، خليها بالاحمر عم تنتبهولها. هذه فارس الاختصار كذلك عليها نقطة أو درجة بالامتحان التحريري. I don't، نكمل الجملة. I don't know، أنا لا أعلم what to do، أنا لا أعلم ماذا أفعل. شوف طلاب، أسد قوس الاقتباس. سأل علي، قال علي، طبعا علي اسم شخص مذكر، إذا أسماء الأشخاص يجب أن يكتب الحرف الأول منها كابيتال كبير. بدينا جملة جديدة، أفتح قوس اقتباس والحرف الأول من الجملة الكبيرة الجديدة لازم يكون كابيتال، فأقول I agreed، أنا وافقت to meet، بأن ألتقي، يلتقي بينا بشخص اسمه جمال، جمال اسم شخص، إذن الحرف الأول لازم يكون شنو؟ كابيتال، to meet جمال، but I can't، but لكن I، شوف الآي إذا جاء وحيداً، رحناها بالأول متوسط، حرف الآي إذا جاء وحيداً يجب أن يكون كابيتال، but I can't، can't أوقف أستاذ، ومختصر مال كان نوت؟ نعم هذه مختصر مال كان نوت، فبما أنه مختصرها بس ما خلي فارس الاختصار، لازم أنا أخلي فارس الاختصار. إذن but I can't، لكنني لا أستطيع، remember where، لا أستطيع أن أتذكر أين بالضبط، where. وبالأخير أخلي نقطة علامة السؤال، هذا السؤال لكم، بما أنه قال سأل علي، قال علي مو سأل علي، وإنما قال، إذن هذا قول عالي، إذن أخلي بنهاية نقطة وأسد قوس الاقتباس. أوقف أستاذ، زين الجملة الأولى ما تخلي بنهاية نقطة؟ نعم، هذه هم كذلك لازم أخلي بنهايتها نقطة. إذن أدي جملة أولى، جملة ثانية، الجملة الأولى والثانية الاثنينات لازم أخليهم داخل أقواس اقتباس، والاثنينات لازم أبدي بحرف كابيتال، والاثنينات لازم أنهيهن أما بنقطة أو علامة السؤال حسب اللي جاب لي بالامتحان. إذن مثل ما وضحنا إنه هذا السؤال يعتبر سؤال تنقيط، من الممكن إنه أحد جمل هذا التمرين تجيني في السؤال تنقيط بالشهر الثاني، أو من الممكن يكون بامتحان نصف السنة. بعدها ننتقل إلى تمرين رقم 3 والتمرين الأخير. يقول لي complete the sentences use the word from the box، أكمل الجمل باستخدام كلمات من الصندوق. طلاب أول شيء نجي نتعرف على الكلمات اللي معطيني إياها، نتعرف على معانيها ونسقطها حسب الفراغ المناسب لها. مثلا عندي excited، excited معناها يشعر بالإثارة، متحمس. frightened معناها مرعوب، happy معناها سعيد، surprised معناها مندهش أو متفاجئ، upset معناها محبط، wonderful معناها رائع، worried معناها قلق. زين، شيرد من عندي يقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب. قبل ما أبدي بالحل، هذا السؤال سؤال إسقاطات مهم جدا جدا جدا، ركزوا وياي، هذا تقريبا أهم تمرين إسقاطات موجود باليونت الثاني كله، لأن تمرين متنوع ويحمل أكثر من موضوع. فمثلا يقول لي I get فراغ when I read a scary stories at night، بس تعرفون كلمة scary شنو معناها راح تعرفون حل الجملة. scary معناها مرعب، أنا أشعر فراغ عندما أقرأ قصص مرعبة، أشعر بشنو؟ أشعر بالخوف، فأقول frightened، I feel frightened أو I get frightened، أرعب أو أكون مرعوب عندما أقرأ قصص مرعبة في الليل. بعد جملة ثانية، جاد and جوني were very، جاد وجوني كانوا جدا فراغ، about going to the global youth magazine trip، عن ذهابهم في مجلة الشباب العالمية.
إذا تذكرون بقصة جاد وجوني لما طلعت أسمائهم بمجلة الشباب العالمية، كانوا جدا شنو؟ كانوا جدا excited. excited معناها يشعرون بالحماسة. إذا نقول they were excited، كانوا يشعرون بالحماس. بعد I was so fraught to pass the exam، كنت جدا فراغ بأنني اجتزت الامتحان. I was fraught I had done badly، لقد كنت فراغ بأنني فعلتها بشكل أولا. شو يقول لي؟ يقول لي أنا كنت جدا فراغ بأنني اجتزت الامتحان. كنت جدا شنو؟ كنت جدا surprised. surprised معناها مندهش. ليش استاذ؟ كان أولا نكمل لي إياها. كنت جدا مندهش من أنني اجتزت الامتحان لأنني كنت worried. شنو worried؟ قلقا. كنت قلقا I had done badly، كنت قلقا من أنني لم أفعله بشكل جيد أو فعلته بشكل سيء. دانيا was really fraught. دانيا كانت جدا فراغ with the fraught present from best friend. دانيا كانت جدا happy، جدا سعيدة. ليش؟ لأنها حصلت على present، على هدية من her best friend، من صديقتها المفضلة، بهديتها الفراغ. بهديتها شنو؟ الwonderful، بهديتها الرائعة. بعد النقطة الخامسة والأخيرة أو السادسة، arguing with my sister makes me feel proud. النقاش أو الجدال مع أختي يجعلني أشعر بالفراغ. شو الكلمة المناسبة للفراغ؟ بقت عندي فقط كلمة upset. أنا شخص هواي أجادلة، بس الجدال مالتي ما يؤتي ثماره، ما يفيد وياه. إذا أنا لما أجادل شخص ما يجيب نتيجة، إذا أشعر بالإحباط لأنني جادلته وما جاب نتيجة. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. أخذنا به مراجعة للمواضيع السابقة اللي هي أخذناها خلال هذا اليونت، النصائح، المعدود والغير معدود، الرسالة، الإنشاء إلى آخره. وكذلك وضحنا أنه بعض التمارين مالته مهمة. لاحظنا أنه كل تمارين تمارين مهمة، بعضها يجب سؤال القواعد مثل تمرين رتب الجمل، وبعضها يجي بسؤال التنقيط مثل تمرين رقم 2، وبعضها يجي بسؤال الإسقاطات مثل ما هو بتمرين رقم 3. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. حاولوا تكتبون الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري، خصوصا امتحان الشهر الثاني أو امتحان نصف السنة. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حساباتي الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.